امبارح كان معنا عيسى الجوكم، كان دكتور عمار، الاثنين قالوا ليست حالة طرد، اللي هي الطرد إذا حطينا الصور يا شباب من امبارح، حالة الطرد هي اللي يعني أثارت الحديث، أنه بالإعادة 500 مرة من كذا طرف ما صاب وشه للاعب أصلا، يعني عم يزحله إيده. جماعة الفار طلبوا الحكم المثير للجدل طبعا منع هدف لرونالدو في مباراة الصرب، ومنع وعطى ضربة جزاء لإنجلترا وهي لا تستحق، وطلعها لنهائي كأس الأمم الأوروبية. حكم كثير مثير للجدل. سمعنا كلام كبير أبو سلطان من رئيس الفيصلي، أنت شو تعليقك؟ أنا أتفق معه، يعني في أسبوع انظلم مرتين فريق يتقدم ب2-0 وبقرارات تحكيمية عكسية تقلب النتيجة ضده. بصراحة أنا لا ألومه، يعني على صحيح أن كنا نقول دائما أنه التحكيم وأخطاء التحكيم جزء من اللعبة، لكن مع الفار لا، يعني اللقطة هذه غنية. بعدين هو تكلم كلام خطير، أنا أول مرة أسمعه، أنه في حاجة يعني قيلت في اللاعب، في حاجة حاول اللاعب نرفزته، أكيد أنه في تلفظ على اللاعب، لكن هو احتفظ حتى يتأكد واحتفظ حتى يعني يرفع الموضوع الجاي. هلا أنت الحالة نفسها هي اللي شايفها، بدي أفهم أنت شو رأيك فيه؟ لا ما فيها حالة طرد. لو جبت يا رجل أجهل بس حكم بالعالم، بس في حكام عندكم قالوا، في حكام قالوا طرد؟ لا ما في إلا واحد يمكن مجامل، ما في هذا، يعني هو اللي قال طرد أنا أعتبره مع الأسف جاهل، حتى لو أنا قلت طرد أنا أعتبر نفسي جاهل، يعني الكل عارف، يعني هذا 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 فيها طرد هذه، يعني اتقوا الله ما استطعتم. احنا نتكلم من مبدأ ضمير، من مبدأ يعني أمانة، أنا لا يعنيني لا الهلال ولا الفيصلي، أنا يعنيني إني أتكلم بأمانة، لا يستحق الطرد، لو يستحق الطرد اقول يستحق الطرد. طيب نسمع راي دكتور. يعني انا لو حكم وعندي فار واشوفه اعطي اللاعب انذار الكوري، ما هيك تمثيل هيك خطر لي الكوري، اعطي اصفر الكوري لانه مخادع طبعا. لانه هذا مخادع انا اعتبره، اعطي اصفر للكوري. يعني انت لاحظ، خلي ارجونا اللقطه بال يعني هو ما صاب وشه ما أبداً. طب اذا حكم يعني. وراء الفار طيب دكتور، يعني الفار مو معقوله، يعني مش من هون بتبين مبينة واضحه جدا، بعيده كثير بعيده. طب وشافه هو الحكم يعني معقوله؟ حتى هو مسك، يعني شو بسوي لك انا؟ وهو سوى تمثيليه وقع بالارض، وانا اطيل الكوري اطيل انذار اصفر. ها ابو سلطان، ما هي أول تمثيلية؟ تعبنا من التمثيليات يا دكتور. اي والله صح. قصدي يعني شو رأيك أنت كمحلل؟ طيب إنه الأمر واضح وصريح، كيف يعني كيف بتبررها؟ تحكيم أجنبي. ما في تبرير لها يا أبو كرم. طيب حكم أجنبي. الحكم أجنبي، بس أنت قلت إنه حكم مثير للجدل حتى في يعني في دوريات أوروبية. لكن الشرها مو عليه، الشر على اللي جابه. أنا ليش أجيب واحد يثير الجدل؟ ليش ما أجيب من النخبة؟ ليش ما أجيب من دول الخليج؟ ليش ما تدعم الحكم المحلي لحتى يحكم برواء؟ المحلي بيضلوا بيحكوا بزمته، بيضلوا قبل ما تبدأ المباراة بيحكوا عليه. المحلي يا أبو كرم يخضع للضغوط، يا يعني ما يقدر، يا ما يرتاح نفسيا. الأندية الجماهيرية والأندية اللي عندها إعلام أضغطها، بعدين يروح فيها الأندية الصغيرة، والحقيقة هي نادية وناديين المستفيدة من التحكيم الخارجي والداخلي على كل. مين هن؟ يعني عاد المشاهد يفهم. ده احنا ما فهمنا مين هن. منو خلينا نعرف، احنا ما نعرف. إن شاء الله أقول لك، لا ما كل شيء، ما كل ما يعرف يقال، يعني في أندية تستفيد وفي أندية تتضرر. هلا قلت في ناديين بيتضرروا بيستفيدوا، مين هن؟ أيوه ما يحتاج أن نقولها، يعني أحيانا لا تسميه يكون أفضل. لا إله إلا الله. طيب بحب أذكر عشاق كرة قدم